من هذا المكان وسط معامل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعبر نخبة من المهندسين والباحثين السعوديين الذين ساهموا في تصميم وتصنيع نظام حمولة لتصوير القمر في مهمة مشتركة بين السعودية والصين لاستكشاف القمر. هو نظام استشعار عن بعد سعودي أهدافه أنه يلتقط صور للقمر من ارتفاعات مختلفة من زوايا عدة، بحيث أنها تثري الجانب العلمي الأكاديمية في السعودية وفي المجتمع العالمي. طبعا المشروع مر بعدة تحديات، منها المفاوضات مع الجانب الصيني، توقيع الاتفاقيات، توقيع التصاميم كانت جدا، مرت في مرحلة جدا معقدة، في بعض الأوقات كانت تغيير في الحجم وفي الوزن. الحمولة الاستشعارية والتي تهدف لالتقاط صور ضوئية للقمر تم إنجازها بوقت قياسي لم يتجاوز 12 شهرا، واجه خلالها فريق الباحثين السعودي العديد من التحديات. الحمد لله رب العالمين، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عندنا البيئة المناسبة أن نقدر نسوي الأشياء هذه، طبعا بالاتفاق مع الجانب الصيني. وشيء ثاني برضو اللي نركز عليه اللي هو اتجاه الكاميرا نفسها، لأنك نفس ما تعرف فيها إكس وفيها واي وفيها زد، فلازم بالضبط يعني تكون في المكان المناسب عشان لحظة أن ناخذ الصورة أو ناخذ الكاميرا تاخذ الصورة للجانب المظلم للقمر تكون واضحة. كان مهمة في المشروع هذا اللي هو كيف تصميم الديزاين للبورد اللي يحول لك اللي ياخذ لك يعني يحول لك اللي هو كيف يحول لك اللي هو التصوير سواء او البيانات الى ينزل لك اياها كداتا تتعامل معها، سواء كانت صور او تلمتري او اي شيء ثاني، يعني كالقراءات من قراءات البورد هذا. الوصول الى احدث التقنيات في مجال العلوم والفضاء والذي يشمل الاقمار الصناعيه واستكشاف الفضاء هو احد اهداف رؤيه المملكه الطموحه بإقامة برنامج فضائي متطور. للإخبارية طلال الأزهري، الرياض.